حلقة النهاردة هناخد البيت وايز اوبريتورز ونتكلم بالتفصيل على الاوبريتورز عموما على مستوى البيت زي الاند والاور والاكس اور والبيت وايز كومبلمنت طبعا، وهناخد كمان ازاي اعمل ست وريست وتوجل ريجستر معين او بيتس موجودة في ريجستر عندي. يبقى هنستفاد جدا من حلقة النهاردة في البرمجة وهي اساسية اصلا، وهبني عليها مشاريع كتير قادمة ان شاء الله. هنبدأ مع بعض في البيت وايز AND operator. الAND ده شكلها بيبقى ليها داخلين A و B كإنبوت وليها أوبوت واحد اسمه C، ممكن يبقى أكتر من اتنين إنبوت، ممكن يبقوا تلاتة أربعة مفيش مشكلة، لكن الفكرة هي واحدة. إيه هي الAND أو التروث تيبل بتاعها؟ عندي اتنين إنبوت يبقى عندي اتنين أس N الاحتمالات بتاعة الإنبوت، اتنين أس N والN هي عدد الإنبوتس عندي، يبقى اتنين أس اتنين يدينا أربعة. هبدأ بالبي اقول 0 1 0 1، حطينا اربع احتمالات، الاي هتبقى 2 0 2 1. هنعمل عملية اند. اند عشان نطبقها بيقول لك اند مش بتديني واحد الا في حالة واحدة، ان كل الانبوتس بتاعت الاند تبقى بواحد. يبقى الخارج بتاع اند هنا السي هيبقى بواحد في حالة واحدة، ان كل الدخول بتاعت الاند هنا مهما كان عدد دخولها كلهم يبقوا بواحد. يبقى هنا القيمتين بزيرو اند يبقى زيرو، زيرو واحد يبقى زيرو، واحد زيرو يبقى زيرو، الاثنين وحيد يدينا واحد، ودي الحاله الوحيده. وبالتالي لو لاحظنا ان ايه هنا بزيرو، البي اتغيرت بقت بزيرو زيرو، طب الاي ما زالت بزيرو والبي اتغيرت بقت بواحد، ما زال الخارج بزيرو. يعني هنحول الجدول ده للجدول اللي قدامنا، الاي بواحد، البي مهما اتغيرت قيمتها اكس يعني ممكن تبقى زيرو او واحد، دايما هنا السي هيطلع بكام؟ بزيرو. معنى الكلام ده اذا كان احد الدخول بزيرو الخارج مباشره هيبقى بزيرو مهما كانت قيمه الدخل التاني. يبقى الاي عندي لو كانت بزيرو مباشره البي مهما كانت قيمتها الخارج هيبقى بزيرو. تمام، نروح هنا الاي، الاي بواحد لو لاحظتوا الاي هنا في الحتتين دول واحد، البي اتغيرت مره بقت بزيرو مره بقت بواحد، دايما السي هنا هتبقى نفس قيمه البي. بصوا كده هتلقى 0 1 0 1، يعني اذا كان احد الدخول بواحد والدخل التاني مهما كانت قيمته الخارج بيطلع نفس قيمه الدخل التاني. نيجي نبص هنا، اذا كان احد الدخول بواحد والخارج الدخل التاني متغير فبالتالي الخارج هيساوي قيمه الدخل التاني. تمام، يبقى هنعمل في الجدول هنا هنقول لو كانت الاي بواحد والبي اكس يعني اي قيمه النون، السي هتطلع النون، كلمة النون هنا يعني هتطلع نفس قيمة البي، نفس قيمة البي، نفس قيمة الدخل التاني. وبالتالي لو لاحظنا إن لو عندنا بت قيمتها غير معلومة، لو أنا عملت لها أند مع زيرو، أوتوماتيك الخارج يطلع زيرو. إيه معنى الكلام ده؟ يعني أنا بعمل ريسيت للبت. كلمة ريسيت يعني أنا بخليها دايماً زيرو. تاني لو عندي بي قيمتها زيرو أو واحد مهما كانت قيمتها، مجرد ما اعمل لها اند مع زيرو الخارج يطلع زيرو، يعني انا كده بعمل ريسيت للبت. طب لو كانت قيمه البي ايا كانت عملت لها اند مع واحد يطلع الخارج نفس قيمه البي، يبقى كده انا ولا عملت ست ولا ريسيت، يبقى كده انا بعمل نو تشينج، مفيش تغيير في البت. يبقى البت لو عملت لها اند مع زيرو اعمل ريسيت للبت لان الخارج هيطلع زيرو، البت مهما كانت قيمتها عملت لها اند مع واحد يديني نفس قيمه البت، ده اسمه نو تشينج للبت. وبالتالي زي ما قلنا ان الاند اوبريتور يستخدم لعمليه ريسيت الريجستر عندي او بيتس معينه في الريجستر. تعال ناخد امثله عشان نوضح الفكره. عندنا ريجستر A وريجستر B، عايز اعمل عمليه اند ما بينهم. اعمل اند، قلنا ان الخارج بتاع اند يبقى بواحد في حاله وحيده ان كل الدخول بواحد. هنا احد الدخول بزيرو يبقى الخارج زيرو، زيرو زيرو زيرو، الاثنين زيرو يبقى زيرو زيرو، الاثنين وحيد ودي الحاله الوحيده يبقى بواحد، وهنا برضو اثنين وحيد يبقى بواحد. ده عمليه اند عاديه خالص. طب لو عايز انا اعمل ريست لريجستر عندي، ريست عادي خالص، يبقى اعمل ايه؟ ببساطه يبقى اعمل اند للريجستر مع ريجستر تاني عدد البيتس بتاعته نفس البيتس اللي فوق من ناحيه العدد، لكن الريجستر التاني ده قيمه كلها بزيروز، يعني قيم البيتس فيه بزيروز، وبالتالي الريجستر ده لما اعمله اند مع الريجستر اللي هو كل البيتس فيه بزيرو
مباشرة الريجستر A هيتصفر، الريزلت عندي هتبقى زيروز، تمام؟ وبالتالي كده أنا بعمل ريسيت الريجستر عندي. لو عندي ريجستر A بالقيم اللي قدامنا دي وعايز أنقله زي ما هو من غير ما أعمل فيه تعديل أو تغيير في البيتس بتاعته، ببساطة هعمل له AND مع ريجستر تاني كل البيتس فيه قيمها بوحيد، وبالتالي ده لما أعمل له AND مع وحيد قلنا إن إذا كان أحد البيتس بواحد فإن البت التانية هي اللي هتطلع في الخارج مباشرة، فبالتالي هطلع كل قيمة الريجستر ده في الخارج عندي يطلع زي ما هو، بعمله تمرير بنفس القيم نو تشينج. لو عايزين نعمل ريسيت السنجل بت في الريجستر عندي، وليكن عندي ريجستر كده عايز أعمل سنجل بت ريسيت، تمام؟ زي البت اللي هنا دي قيمتها واحد أو زيرو ما يهمنيش، اللي يهمني إن أنا عايز أعمل لها ريسيت. يبقى أول ما أسمع كلمة ريسيت تيجي في بالي على طول أند. اعمل اند ازاي؟ البت عشان اعمل لها ريسيت لازم احط تحت منها زيرو في المكان المناظر ليه. طب باقي البيتس انت عايز تغيرها؟ لا انا مش عايز اغيرها. يبقى اعمل اند لباقي البيتس مع وحيد، يبقى كل بت من الباقيين اعمل قدامها او القيمه المناظره ليها واحد عشان لما اعمل اند تتنقل للبت دي زي ما هي، ما عدا البت الوحيده اللي مكانها عايز اعمل له ريسيت اخليها قبالها اند مع زيرو. يبقى لو جينا عملنا اند كده هنلقى البت دي اكس مع زيرو اند تدينا زيرو، باقي القيم دي اند مع وحيد تنزل زي ما هي، باقي القيم على الشمال تنزل زي ما هي، زي ما انتم شايفين كده. يبقى انا كده بعمل ريسيت السنجل بت في الريجستر، يبقى لازم ابقى عارف مكانها. لو انا عايز اعمل ريسيت لسيرتن بيتس، عدد معين من البيتس مش بت واحده، وليكن الاربعه بيتس اللي على الشمال اللي انت شايفهم دول عايز اعمل لهم ريسيت، يبقى اعمل ايه؟ في الاماكن المناظره ليهم اروح احط زيروز هنا، وباقي البيتس مش عايز اعمل عليها تشينج يبقى انزل قبالها وحيد، واعمل عمليه اند ببساطه. هتلقى البيتس اللي ناحيه الشمال دول هيحصل لهم ريسيت، اما البيتس اللي ناحيه اليمين هينزلوا زي ما هم. لو انا عايز اعمل ريسيت برضه لسيرتن بيتس في ريجستر عندي وليكن الاربعه اللي ناحيه اليمين، خلاص احنا اتعلمنا اعمل ايه؟ يبقى مباشره البيتس اللي عايز اعمل لها ريسيت احط قبالها زيروز، والبيتس اللي عايز انقلها زي ما هي احط قبالها وحيد، واعمل عمليه اند. زي ما انت شايف النتيجه هتطلع كده، حصل لدور ريسيت اهو، والبيتس اللي فوق دول نزلوا زي ما هم تحت. نروح للبيت وايز اور اوبريتور. الاور ده رمزها بيبقى ليها اتنين انبوت او اكتر، اتنين انبوت او اكتر وليها خارج عندي وحيد، وبالتالي التروث تيبل بتاعها هيبقى عندي، قلنا الدخول عندي 2 يبقى 2 اس 2 2 اس ان لان ب 2 يدينا اربع احتمالات، يبقى البي 0101 والاي 2021. بيقول لك ان اور ما تطلعش زيرو الا في حاله ان الداخلين معا بزيروز، غير كده بتطلع واحد. تاني الاور بتطلع زيرو فقط في حالة ان الانبوتس كلها، الانبوتس كلها مهما كان عددها بزيروز يبقى الخارج يطلع زيرو، غير كده الخارج دايما بواحد. يبقى الـ A بزيرو والـ B بزيرو الخارج يطلع زيرو. طب هنا القيم مختلفة، الـ B بواحد يطلع واحد، طب الـ A بواحد يطلع واحد، طب الاثنين بواحد يطلع واحد برضه. تمام؟ تعال كده ناخد الجدول ده نحوله لصيغة تانية. لو بصينا الـ A هنا هنلقى هنا زيرو زيرو، أما في الخانتين دول الـ B بتتغير. هنلاحظ هنا الخارج هو نفس قيمة الـ B. بص كده الخارج هنا في المربعين دول هو نفس قيمة البي لما كانت الاب زيرو. يبقى لما تكون الاب زيرو البي مهما كانت قيمتها الخارج يطلع نفس قيمة البي. يبقى تاني إذا كان أحد الدخول بزيرو فإن الخارج هيطلع هو نفس قيمة الدخل التاني. نروح للحالة التانية، عندي الاي هنا بوحيد أهي، هنلقى البي عندي زيرو واحد مهما اتغيرت قيمة البي دايما السي تطلع بوحيد. يبقى السي دايما بتطلع بوحيد اذا كان احد الدخول بواحد. تاني اذا كان احد الدخول بواحد مهما كانت قيمة البن او البت التانية فالخارج دايما هيطلع بواحد. يبقى الاي بواحد مهما كانت قيمة البي دايما السي تطلع بواحد. نلاحظ ايه؟ البت اللي اسمها بي مهما كانت قيمتها عايز انقلها زي ما هي، اعمل لها اور مع زيرو، اور مع زيرو ينقلها زي ما هي، يبقى ده اسمه نو تشينج. طب البت بي مهما كانت قيمتها عايز اقلبها واحد، مهما كانت قيمتها واحد او زيرو عايز اخليها واحد، كلمه واحد يعني انت عملت لها ست، يبقى انا اعمل لها اور مع واحد، يبقى كده انا بعمل ست. فعشان كده دايما الاور او لوجيك اور بتستخدم لعمليه الست،
ان انا بعمل set يعني بخلي البت بواحد. يبقى زي ما قلنا or operator used to set register عندي او certain bits in the register. ناخد امثلة، عندنا register بالشكل ده وعندنا register b بالشكل ده، عايز اعمل عملية or. قلنا or بتطلع zero في حالة واحدة اذا كان كل الدخول بزيرو. هنا لا، احد الدخول بواحد يبقى الخارج واحد 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 واحد، الاتنين بزيرو فعلا يطلع زيرو، هنا وحيد يطلع وحيد، ده ناتج عملية or عندنا. لو انا عايز اعمل ست للريجستر عندي كله، ريجستر بالكامل عايز اعمل له ست، اعمل ايه؟ اجيب ريجستر تاني عدد البيتس بتاعته هو نفس عدد البيتس بتاعت الريجستر A، وخلي الريجستر C كله حيد واعمل له عملية OR مع A، وبالتالي ريجستر A هيحصل له عملية ست ان كل القيم بتاعته تبقى بوحيد. كده انا عملت ست للريجستر A. طيب لو عايز انقل ريجستر A زي ما هو بدون تغيير او ان انا اغير في قيمه، no change in register، اعمل ايه؟ يبقى اخد الـ A اعملها OR مع register تاني كل القيم زيرو، لان الزيروز في حالة الـ OR مش بتغير من قيمة البت. يبقى عندنا الـ result عندي هتبقى نفس الـ register A بالكامل، هينزل زي ما هو مفيش اختلاف. تعال نروح نعمل set اللي بينج single bit في الـ register، بت معينة في الـ register عايز اعمل لها set. register قدامنا كده، مكان الـ X ده حط زيرو او واحد، انا عايز اخد البت دي دايما احولها لواحد، اعمل ايه؟ يبقى اعمل عملية OR قدام البت في المكان المناظر ليها هحط واحد، وباقي البتس انت عايز تنقلها زي ما هي يبقى احط قبالهم زيروز، تمام؟ ونعمل عملية OR، يبقى X OR واحد دايما يدينا واحد، باقي البتس OR زيروز ينزلوا نفس البتس ونفس النظام مع الشمال. طب لو انا عايز اعمل ست لسيرتن بتس في الريجستر، عدد معين من البيتس وليكن الاربعه اللي على الشمال دول انا عايز اقلبهم وحيد اعمل لهم ست، يبقى اعمل ايه؟ يبقى اجي اعمل اور والقيم المناظره ليهم اخليها وحيد، وباقي البيتس دي عايز تنزلها زي ما هي هتخلي القيم المناظره ليهم زيروز، وتعمل عمليه اور ببساطه، هتلقى البيتس اللي على الشمال بقت كلها وحيد والبيتس اللي على اليمين نزلت زي ما هي. ناخد مثال تاني، لو البيتس دي ناحيه اليمين وعايز اعمل لها ست، يبقى الوحيد تبقى ناحيه اليمين وبالتالي هيحصل ست للبيتس ناحيه اليمين، اما البيتس ناحيه الشمال اعمل لها اور مع زيروز تنزل زي ما هي. فكره سهله ان انت اند بتعمل ريست واور بتعمل ست. نروح للبيت وايز اكس اور اوبريتور، رمزها زي رمز الاور بالظبط كده، وبيبقى بس في حاجه زياده كده الشكل ده، تمام؟ برضو ليها داخلين او اكتر. تعال نشوف التروث تيبل بتاعها. زي ما قلنا داخلين يبقى الاحتمالات اربعه، الاحتمالات زي ما هي انتوا شايفينها. بيقول لك ان الخارج بتاع اكس اور بيبقى زيرو في حاله ان الداخلين متشابهين، يعني لو كان الداخلين اتنين زيروز معا الخارج يطلع زيرو، اذا كان الداخلين الاتنين وحايد متشابهين اهو يبقى الخارج يطلع زيرو، غير كده يطلع واحد. يبقى اذا كان الداخلين متشابهين زيرو، الداخلين متشابهين يبقى زيرو، الداخلين مختلفين يبقى الخارج واحد دايما. وبالتالي تعال نعيد هيكلة الجدول ده، تعال ما نبص مع بعض كده. الـ A 0 0 الـ B بتتغير، لما الـ B بتتغير الـ C يطلع نفس الـ B في حالة ان الـ A بـ 0، يبقى تاني يبقى الـ B بتتغير اهي يطلع C نفس قيمة الـ B في حالة ان الـ A بـ 0. طب الـ A هنا بوحيد، الـ B هنا بتتغير من 0 ل 1، بص كده حصل توجل، الـ 0 بقي 1 والـ 1 بقي 0، ده في حالة ان الـ A بـ 1. يبقى لما الـ A تبقى بواحد والبي مهما كانت قيمتها فالخارج دايما بيحصل له توجل، بص كده توجل لمين؟ توجل للبي، يعني بياخد قيمه بي يعمل لها توجل ويطلعها على الخارج. يبقى تاني اذا كان احد الدخول عندي بزيرو مهما كانت قيمه الدخل التاني بتطلع زي ما هي بيحصل لها تمرير. اذا كان الاي او احد الدخول بواحد والبت التانيه مهما كانت قيمتها الخارج بيعمل توجل للبت التانيه ويطلعها على الخارج. يبقى لما الـ A تبقى بزيرو والبت التانية بتتغير يبقى ده اسمه نو تشينج، لما الـ A أو أحد البتس يبقى بواحد والبت التانية مهما كانت قيمتها على الخارج بتتنفي يبقى ده اسمه توجل، بيعمل توجل للبت. زي ما قلنا كده إن إكس أور بتستخدم لعملية التوجل في الريجستر عندي أو بت معينة في ريجستر. ناخد أمثلة، إحنا قلنا الإكس أور أوبريتور بيبقى رمزها كده، بتتحط كده زي التمانية بالعربي أو قص الباور لو أنت بتكتب معادلة رياضية، بيجي من الكيبورد شيفت ستة، شيفت ستة من الكيبورد
و AND من الكيبورد شيفت 7 و OR من الكيبورد شيفت والرمز اللي فوق Enter، يبقى شيفت والرمز اللي فوق Enter اللي فوق Enter يديك OR. هنروح نعمل هنا XOR على العملية اللي قدامنا. قلنا لو مختلفين يديك دايما واحد، يبقى هنا مختلفين واحد مختلفين واحد مختلفين واحد مختلفين واحد، متشابهين بزيرو، مختلفين واحد، متشابهين زيرو، متشابهين زيرو. العملية بسيطة خالص. تعال كده، لو انا عايز اعمل توجل لريجستر عندي، لو الريجستر ده عايز اعمل له توجل، يعني كل وحيد فيه اخليها زيروز وكل الزيروز اقلبها وحيد، اعمل ايه؟ قلنا عشان اعمل توجل اعمل ايه؟ اعمل اكس اور مع ريجستر تاني كل القيم بتاعته وحيد. يبقى اعمل اكس اور مع ريجستر تاني كل القيم وحيد، وعدد البيتس هنا يساوي عدد البيتس اللي فوق. وبالتالي الريجستر ده مباشرة هيحصل له توجل. توجل، طبق كده 1 1 يديك 0، 1 1 يديك 0، 0 1 مختلفين يديك 1، مختلفين 1 مختلفين 1، تلقى القيمة دي هي توجل للقيمة اللي فوق. لو عايز أمرر الريجستر بقيمته زي ما هو من غير ما أغيرها، يبقى أعمل إيه؟ ريجستر عندي أعمل له إكس أور مع ريجستر تاني، ريجستر تاني كل قيمه 0. إيه هتطلع في الخارج مباشرة بدون تغيير. طب لو عايز اعمل توجل لسنجل بت في الريجستر، بت معينه زي الاكس اللي هنا دي، عايز اعمل لها توجل، ما تنساش توجل، يبقى لازم استخدم اكس اور، وعشان اعمل توجل لازم اعمل اكس اور مع واحد. يبقى البت اللي عندنا دي هنا هروح احط قبلها واحد. طب باقي البيتس، ده انا عايز امررها زي ما هي. طول ما انت عايز تمررها زي ما هي يبقى تعمل اكس اور مع الزيروز، وبالتالي هتلقى الاكس دي لو كانت قيمتها 0 هتتنفي. خلي بالك الاكس اللي هنا دي منفيه، في بار هنا او داش مش ظاهره معايا في الباوربوينت، هنا في بار كده منفيه، يعني لو كانت دي 0 الخارج يطلع 1، لو كانت هنا دي 1 يطلع 0. طب باقي قيم الريجستر هتنزل زي ما هي، لان انا عامل له اكس اور مع زيروز. طيب لو عايز اعمل توجل سيرتن بيتس في الريجستر عندي، ببساطه اعمل له اكس اور، البيتس اللي عايز تعمل لها توجل حط قبلها وحيد، وباقي البيتس عايز تمررها وتنزلها زي ما هي اعمل اكس اور قبلها بزيروز. يطلع عندي الخارج ان البيتس اللي فوق دي هيحصل لها توجل، الزيرو يبقى واحد، الواحد يبقى زيرو، والبيتس الباقيه دي تنزل زي ما هي. طيب لو البيتس دي ناحيه اليمين وعايز اعمل لها توجل، يبقى البيتس اللي ناحيه اليمين اعمل لها اكس اور مع واحد، والبيتس الباقيه اعمل لها اكس اور مع زيروز عشان امررها. يبقى كده انا عملت توجل للبيتس ناحيه اليمين والبيتس ناحيه الشمال نزلتها زي ما هي. نروح للبيت وايز كومبلمنت اوبريتور، بيبقى رمزه كده مثلث قدامه هنا دايره، دي بتعمل عمليه نط نفي، وبالتالي بيبقى عندي الترو ستيبل كالاتي. الاي هنا عشان هو دخل واحد، طبعا البوابه دي بيبقى ليها دخل واحد، لو الاي عندي طول ما هو دخل واحد يبقى 2 اس 1، لان الان بواحد 2 اس ان، 2 اس 1 يديني احتمالين، الاي 0 و1، يبقى السي هو عباره عن نفي الاي، نفي الاي يبقى 0 نفي 1 وال1 نفيه 0. زي ما احنا شفنا كده ان هنا عمليه الكومبلمنت بيبقى ده شكلها. خلي بالك ده شكلها، بتجيبها ازاي على الكيبورد؟ شيفت حرف زال، شيفت حرف زال على الكيبورد تطلع مين عندك العلامه دي. يبقى كده ببساطه لو عندنا ريجستر اي زي ما انت شايفه كده، انا عايز اعمل له كومبلمنت، يبقى اعمل ايه؟ انفي ازاي؟ اروح ادخل الريجستر ده على كومبلمنت الرمز ده، النفي ده الواحد يتحول 0 والزيرو يتحول 1 ببساطه. البيت وايز شيفت اوبريتور منه نوعين، في حاجه اسمها ليفت شيفت وفي حاجه اسمها رايت شيفت. الصيغه بتاعته بكتب المتغير عندي، الاوبراند عندي، بعمل كده علامتين ناحيه الشمال، بعد كده بكتب ان، الان دي عدد عمليات الشيفت. الاوبراند عندك ده عايز تعمل له شيفت كم مره؟ الان هي عدد مرات الشيفت. تمام؟ ده انا لو السهمين كده ناحيه الشمال بجيبهم ازاي؟ بتجيبهم حضرتك شيفت واو. شيفت واو يطلع لك الرمز ده، شيفت واو كمان يطلع لك الرمز ده. طب لنفترض انت مش بتكتب دلوقتي باللغه اللي قدامك، حصل مشكله عايز تغير اللغه، غير اللغه واكتب شيفت دال يطلع لك الرمز ده، شيفت دال يطلع لك الرمز ده لو اللغه متغيره عندك. اما الرمزين اللي تحت دول لو انت عايز تشيبهم يبقى شيفت زين، لو اللغه متغيره اعمل شيفت جيم ببساطه على الكيبورد.
طيب قلنا الاوبرند ده الريجستر عندي اللي انا عايز اعمل له شيفت، عايز تعمل له شيفت بكام مره او عدد مرات الشيفت هو الان. لو انت عايز تعمل الريجستر ده شيفت ناحيه الشمال تستخدم الرمز ده، لو عايز تعمل الريجستر شيفت ناحيه اليمين تستخدم الرمز ده. تعال ناخد مثال عشان الموضوع يتضح. عندنا ريجستر سي عايز اعمل له شيفت، اول حاجه هطبق الليفت شيفت اوبريتور، يبقى استخدم ايه؟ يبقى الريجستر سي هو الاوبرند عندي، تمام؟ اهو احطه زي ما هو اقول سي. عايز تعمل شيفت ناحيه الشمال ليفت شيفت، يبقى تطبق العلامتين دول حتى تحس ان الاتجاه ناحيه الشمال كده. طب عايز تعمل شيفت كم مره؟ يبقى عايز اعمل شيفت مرتين. ببساطه بدون ان احنا بندخل في موضوع معقد، ببساطه طول ما انت عايز تعمل شيفت ناحيه الشمال هتحط البيتس ناحيه اليمين. طب احط كام بت؟ انت عايز تعمل شيفت مرتين يبقى تحط 2 بت ناحيه اليمين. الاثنين بت دول قيمهم زيروز، قيمهم زيروز. وهتيجي الريجستر عندك كام بت هنا؟ كام؟ 8. يبقى الناتج لازم يطلع 8 بت، ما يطلعش ازيد من كده. لو ريجستر 16 يبقى الخارج برضو يطلع 16 بت. هنعد من ناحيه اليمين 8 بت، هنعد من ناحيه اليمين 8 بت، والبتس الباقيه الزياده ناحيه الشمال هتبقى اوفر فلو او ههملها، تمام؟ ههملها كده، شلتها اهي. يبقى تاني، يبقى لو عايز اعمل شيفت ناحيه الشمال بجيب اسم الريجستر عندي، بعد كده بعمل علامتين دول ناحيه الشمال، بعد كده بكتب عمليات الشيفت كم مره هتعمل شيفت 2، يبقى بضيف عدد البيتس ناحيه اليمين واحط قيم البيتس زيروز وابتدي اعد من ناحيه اليمين 8 بيتس لان الريجستر الاساسي 8 بيتس، وابتدي الغي البيتس ناحيه الشمال الزياده يطلع لي ده القيمه الجديده عندي. طب لو عايز اعمل رايت شيفت نفس النظام، هكتب اسم الريجستر عندي، بعد كده العلامه بتاعت الشيفت رايت، الشيفت رايت، بعد كده عدد مرات الشيفت، انت عايز تعمل شيفت كم مره؟ وليكن مرتين، ثلاثه، خمسه، ايا كان العدد. فبالتالي طول ما هو هنا 2 يبقى هجيب 2 بت. طب لو الشيفت مقداره او عدده 3 يبقى تجيب 3 بت. طب لو 5 تجيب 5 بت. احطهم فين؟ طول ما انت بتعمل شيفت ناحيه الرايت ناحيه اليمين يبقى تحط البيتس ناحيه الشمال، يبقى اجي كده احط البيتس ناحيه الشمال، عدد دول، عدد دول هو نفس عدد مرات الشيفت، تمام؟ وبعد كده هبتدي اعد الريجستر ناحيه الشمال، ناحيه الشمال، ناحيه الشمال عندي انت بتعد ناحيه الشمال 8، والباقي ناحيه اليمين هتهمله، هتلاقي في بيتس زياده ناحيه اليمين هتهمل، مش هتاخدها في الحسبان، تمام؟ يبقى تاني لو عايز تعمل ليفت شيفت بتحط البيتس ناحيه اليمين، عددهم هو نفس عدد الان اللي هنا، وتهمل البيتس الزياده اللي هتطلع لك ناحيه الشمال، والعكس بالنسبه للرايت شيفت، تمام؟ ودي كانت حلقه النهارده. حلقه النهارده دي مهمه واساسيه في البرمجه، وهنبني عليها مشاريع كتير بعد كده. ولو عندكم اي اسئله استفسارات سيبوا لنا تعليقات اسفل الفيديو، وطبعا ما تنسوش اللايك والكومنت والشير، وشكرا جزيلا.